دمار كبير حل بمدينة إربين شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، التي تتعرض بشكل مستمر لقصف مدفعي وصاروخي من قبل الجيش الروسي. ربما نشاهد هنا إحدى محطات الوقود تعرضت لقصف من قبل الجيش الروسي، ما حول هذه المحطة إلى كومة دمار وكومة خراب. كل شيء هنا دمر في القصف الذي استهدف هذه المنطقة من قبل الجيش الروسي. نشاهد حجم الدمار الذي وقع في هذا المكان في منطقة إربين شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، والتي تشهد أكبر المعارك وأكبر الاشتباكات والقصف بين الجيشين الروسي والأوكراني. ربما نشاهد سحب الدخان تتصاعد من هذه المنطقة جراء القصف الذي استهدفها من قبل الجيش الروسي. طبعا مدينة إربين تبعد عن مركز مدينة كييف بنحو 25 كيلو مترا، وهي تقع شمالي العاصمة الأوكرانية. ووزارة الدفاع الأوكرانية تقول بأن الجيش الروسي يحاول تطويق العاصمة من جهاتها الأربعة، والوضع فيها صعب لكنه تحت السيطرة بحسب تصريحات وزارة الدفاع، حيث يحاول الجيش الأوكراني الحفاظ على مواقعه في هذه المنطقة للحيلولة دون تقدم الجيش الروسي نحو عمق مدينة كييف. وبالتالي نشهد قصفا مدفعيا وصاروخيا كبيرا على هذه المنطقة، ربما تمهيدا لاجتياح بري من قبل الجيش الروسي نحو العاصمة الأوكرانية كييف. عدنان جان العربي من منطقة إربين شمالي كييف.